فنانات مرهفة الإحساس، عشقت الطبيعة والألوان، وأخرجت تحفا فنية من رحم محرابها الفني لتنثر الأمل والحب بين الناس. إنها أمل خضر، طبيبة بيطرية، آمن قلبها وعقلها بالطبيعة، وقادها شغفها وحبها بالفن لتصبح ترجمانا ولسانا للفن في ممارسة هوايتها بين أرض أحبتها وسماء أنارت فكرها. تخرجت بال97، من وقت وأنا صغيرة وأنا بالمدرسة وبالجامعة، وبرضه أنا بشتغل وأنا برسم، فكانت هذا شغفي وهوايتي. وبعدين بلشت شوي شوي أنمي هاي الهواية، رحت على مركز الثقافة وأخذت دورة سنتين، أخذت فيهم شهادة، وظليتني من وقتها ولهلأ وأنا برسم. لقد روضت الفرشاة لترسم بها صورا جميلة، لوحاتها تبهج القلب وفيها حيرة وخبرة، فترى هنا وجوه صامتة وأخرى ضاحكة في لوحات وأروقة أودعت فيها لمسة خاصة من السحر والجمال. الفن حياة. وقت بتكون كتير بكون فرحانة برسم، وقت بكون كتير زعلانة برسم، بالنص ما بقدر أرسم، لازم أكون في حالة معينة. هو تفريغ للإنسان. اللوحة بحد ذاتها بيبي، تبدأي معه شوي 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 شوي، من تلفي من هون تلفي من هون، وبتسايري من هون بتسايري من هون، لحتى إيش، لحتى يكبر وتخلص من القصة. فهيك شعوري دائما مع اللوحة بهاي الطريقة. إذا شفت وردة حبيتها، إذا شفت زريعة طلعت وحبيتها وبدي أرسمها برسمها، إذا شفت رسمة حبيتها برسمها، إذا شفت يعني هيك بصير عندي خلص هدف، ببدأ في هذا الهدف، بخلص منه، بنتهي، بتخلص اللوحة معي. ماما ما بتحب ترسم التفاصيل في لوحاتها يعني، وهي هذا كمان بيعبر عنها كشخص، انها بتحب تشوف خلص الجماليه في الإشي بشكل عام، حتى لو تفاصيل الإشي مرات ممكن تكون مش كثير يعني كلها ايجابيه، بس بشكل عام تقدر تطلع هيك الإشي الجميل الحلو الايجابي بس هيك من الإشي الخارجي، سواء للأشياء أو الأشياء اللي بترسمها، الأشياء اللي هي بتحبها في حياتها وهيك. فبالنسبة للوحاتها بتعكس هذا الإشي فيها يعني، غير طبعا الألوان، وكتير في كمان من لوحاتها بتتضمن الطبيعة، لأنه هي أصلا كتير بتحب تتعلم عن الطبيعة، مش بس يعني والزراعة والورود بأسمائهم العلمية كمان، وهيك بتدخل فيهم أكتر، فلما تيجي ترسم بتكون يعني فاهمة ومشاعرها كمان إنه داخلة في الموضوع. الزراعة يا عزيزتي بلشت معي إنه ماما هيك كان عندها اهتمام، كان عندها حديقة، وضلنا غيرانين من هاي الحديقة، ليش أمي مهتمة فيها؟ لما أول ما سكنت بهذا البيت قامت جابت لي شتلات، أول ما وصل الشتلات عندي زي كيف تحمل المسؤولية، بلشت كيف أنت عندك مسؤولية، خايفة تموت، ماتت ولا ما ماتت، مرضت ولا ما مرضت، فبلشت من هي إحساس بالمسؤولية بلش، بعدين صار حب وشغف وإشي حلو، بس أولها إنه صارت موجودة عندي نبتة كائن حي، كيف ممكن يكبر معي، كيف ممكن ما يمرضش، كيف ممكن يطلع بأحلى صورة وأبهى صورة. بعدين صارت إيش، ما أخلي شتلة وين ما رحت وين ما أجيت إلا أعملها، إلا ما أخلي شتلة إلا أرسمها، ما أخلي وردة إلا أرسمها. وعلى فكرة عندي تنوع غذائي، مع أنه حديقتي كتير صغيرة، بس التنوع اللي فيها يعني 100% التنوع، من كل بستان زهرة زي ما بيقولوها. لوحاتها قصصا تجمع بين الحقيقة والخيال، فهنيئا للوطن بهذه الأيادي الوردية الطيبة والتي جعلت الأردن أولا.